أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان ينظر إلى عورات الجيران ثم تاب إلى الله جل وعلا من هذا، فما الذي عليه بعد التوبة؟ عليه التوبة ولا يفضح نفسه، لأنه لو بلغهم ربما يكون فيه شيء من الحساسية أو من الكراهية، يكفي التوبة، يتوب إلى الله ويستر نفسه، ولا يتحدث بما رأى، ما يتحدث بما رأى. نعم.